عدد مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من الدار البيضاء. وهذه المرة غادي نقول لكم على المباشر كيف هي حالة شوارع منطقة مولاي رشيد بعد ما توصلنا بأن واحد المنطقة وصلت لحالة الفيضان. بقوا معنا غادي نشوفوا هذه المنطقة اللي توصلت قناة شوف تي في بنداء من أجل إيصال الصورة إلى المسؤول أو المسؤولين على هذه البنية التحتية اللي في أول القطرات ديال أمطار الشتاء تتعرى وبالدارجة كتبان على حقيقتها. بقاو معنا احنا غادي لي هاد النقطة السوداء اللي كتعرف واحد الفيضان في هاد الأثناء. للتذكير وحنا جايين من وسط المدينة وبالضبط بشارع العقيد العلام، وعلى مستوى محولة الحي المحمدي تار انتباه ديالنا واحد الكم هائل واحد ديال المياه اللي كتدخل في اتجاه طريق السيارة. يعني الماء هابط من الشارع ديال العقيد العلام اللي فيه الترامواي وداخل في اتجاه طريق السيارة. اذا الناس اللي جايين في طريق السيارة وعلى مستوى محولة الحي المحمدي شارع العقيد العلام في اتجاه الجديدة يتوخاو الحذر او يغيروا الاتجاه، لان راه هذا كيقولنا بان كاين ضايه ديال الماء. عامره ما كاينش منين تدوس، حنا راه الصحافه جينا انت كتشوف مباشر، دايرين مباشر باش نبينوا للناس اشنو واقع هنايا. الا كان ممكن شرح لنا شنو واقع، واخا ما يبانش وجهك ولكن الصوت ديالك يتسمع. شنو واقع؟ تفضل. الناس راه واحد راه طيح في الحفره تحت الطوموبيل تو. اها. عامره ديك الجور اللي يعني من هنا ما عنديش منين ندوز بالطوموبيل. ما كاينش منين ندوز، واعر عليك شويه. ياك. حنا بغينا باش نقلوا الصوره للناس. وروم شويه لهذا الجنب من هنا. اها. وروم عند ديك القهوه. والسياره فين طايحه؟ ها هي هنا لتحت. طايحه على اليسر. اه. ندور على اليسر. تقدرش تدور وتبرا الناس لا تمشي ما تجنيه من هنا شويه واو. نتبع السيارات. شكرا. خويا قال لك صاوبنا الطريق صاوبنا الطريق الطريق صاوبنا. ما كاين لا طريق لا والو. قباشه الطريق ما صاوب شحال دار مرات من الراس الى الراس. قال لك راه حنا صاوبناها وقال ما كاين لا طريق لا والو. الشركه هزت. اه. الطريق صاوب الطريق. شو الناس ساكنه انت جيراننا داخلين لنا اليوم. شو هذيك الدار داخلين لنا القوره عابره القوره عابره. فوق عامره امام اداره ديال الخيريه كذا شناهيه. الله يفرج علينا خويا هادشي اللي كنقول. شكرا شكرا. نروح لك شي مكان. شكرا. اذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام، وصلنا النقطه اللي وقع فيها الفيضان، وكيف كتشوفوا الناس كيقولوا باننا خصنا نغيروا الاتجاه، لكن احنا ما غاديش نغيروا الاتجاه، غادي نحاولوا نغيروا المنكر. هذا المنكر ديال الناس ديال المسؤولين على الجماعات المحليه وعلى ليديك اللي كيقولوا بانهم موجدين بنيه تحتيه في المستوى، لكن لا شيء من هذا القبيل. انتم كتشوفوا السيارات مقهى كيفاش انها فايض عليها الماء. شوفوا السيارات غادي نحاولوا ننزلوا وناخذ لكم هذا الشيء على المباشر.
بعيدا كيف كتشوفوا ما غاديش نقدر ننزل، ولكن هانتوما كيف كتشوفوا شوفوا شوفوا الفيضان، شوفوا هاد المقهى هادي، شوفوا السيارات. إذن أمطار قليلة تتعري على البنية التحتية والواقع ديال البنية التحتية بمدينة الدار البيضاء. السيارة ساقطة هنا، غادي نحاولو نغيرو الاتجاه باش نمشيو في اتجاه آخر ونشوفو أشنو واقع بالضبط. شوفوا السيارات ما قادرينش ينزلوا هنا، هنا فين كاين المشكل. هاي واحد السيارة اللي طايحة تما الشارع، شوفوا السيارات، شوفوا السيارة كيفاش واقعة هنا. هاي هاي فين كاين اخويا؟ فين كاين هذا؟ حنا شوف تيفي باش يجيو يعتقوا. حي السدري، حي السدري اخويا. حي السدري، حي السدري. اجي الا كان ممكن قول لنا شنو. حي السدري مجموعه واحد، حي السدري مجموعه واحد. شنو كاين تما؟ كل عام كتوقع بحال هكا صاحبي. شنو وقع لها؟ وراه الشا ديما كتجي بحال هكا وكيغرقوا الناس كاملين. وهاد السيد اللي قلتي عليه فين كاين؟ اذا كان ممكن باش يوصلني داك ديالو. شوف واحد الدري موليكو شفنا لا تغرق ليه السلعه ديالو، كاين هنا معطل عادي. يلاه نعيط ليه دابا. واخا عيط ليه. إذا حيت شفتوا مشاهدينا الكرام شوفوا هاد السيارة كيفاش غارقة. عدد كبير من السيارات ماشي غير هادي، شوفوا كيفاش غارقين هنايا. تعالوا أبي ما يفات الماء ولا غندور عندكم يرون. شوفوا كيفاش كنا السيد كيقطع يعني العلو ديال المياه. Thank you.
هذا كتزيد بواحد السرعه. الكم النهائي ديال المياه والحجم ديال المياه شنو فين وصلات هذيك ديال انها سياره وجدوا بمنطقة مولاي رشيد. انتم كتشوفوا شنو واقع في هذه المنطقة. عدد من السيارات أربعة سيارات اللي راهم في عداد الغرقة. شكرا على تتبعكم هذا المباشر، تدعونا في مباشر آخر. لذلك الحين دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.